نطلع على الستيج. تمام، احنا دي تاني مره نشارك في مشروع ريكول، شاركنا في الجزء الاولاني في 2013. الحقيقه ان الاكاديميه يعني وفرت لنا كل اللي احنا بنحتاجه وكمان زياده. احنا كبند خدنا 4 ايام تسجيل في كل سيشن، سجلنا اكتر من اغنيه، وفي الاخر استمرينا على الاغنيه اللي انتوا بتسمعوها في السنين اللي ورا. طبعا هي فرصه كبيره لاي واحد مغني راب ان مزيكتنا مش طبيعيه، فان احنا نطلع على مصر ونتحط في موضع قدام الناس عشان تشوفنا، فدي حاجه كبيره جدا. غير كده برضو على المستوى التقني، يعني شركه ويك نسخه واستاذ محمود رفعت